فهمت؟ شكون هذا؟ جوكير؟ فهمتني؟ هكا هاو؟ أي واحد تلقاني غنيت معاه راني نسمعو، راني نسمعو فهم بيه، فهمت؟ من تونس ها؟ من خارج تونس ليه؟ تفضل. يا مرحبا يا مرحبا. مرحبا. أهلا وسهلا بستوفا. أهلا بيك. يا هادي، رد بالك. ما تغركش الأناقة والوجه الأنيق اللي بحذاك مخطر، اللي بحذاك مخطر وهارب من العدالة. مصطفى شهير أستو متهم بمحاولة قتل، متهم بمحاولة قتل شاب في عمر الربيع، والسبب بكل بساطة خاطر سي مصطفى تنرفز طلعت له يخي شعر لقتل الرجل. شو هالحكاية؟ موجودة منها هذي؟ وفيه هو الموضوع، فهمتني؟ وفيه خاطر هكا يكبر الموضوع، وفيه هو الموضوع. تحية لولد خالته هو وكل شيء، فهمني، وعائلته. روحت من فرنسا أنا أول مرة، أول نهار يعني أول نهار صارت لي مشكلة، فهمت؟ هكا هو تضربت شكون، فهمت؟ دهورت حالته على الاخر، فهمت؟ دخل السبيطار وشعر لا مات الطفل، فهمت؟ انت كي ضربته بغل القتل ولا ضربه خاطيه؟ ضربه خاطيه. علاش باش نقتل يا اخي انا مجرم؟ يعني قتال مرتزقه ليه؟ ضربه خاطيه وكهو. دزيته طاح، ضربته بحاجه؟ لا، من غير ندخل في التفاصيل، اما ضربه وكهو. وفيه الموضوع، سامحنا اخويا كان يتفرج فينا، فهمت؟ ولد خالته، خاطر الموضوع هذا قديم، مش قديم، عنده عام ونص تو، فهمت؟ يحكي فيها تقول ضرب ذبانه، شي هكا مثلا، ضربوا في خشمه لين الطفل طاح ما عادش يتحرك. قديش قعد الطفل في البلاك؟ من الضربه نتاعك يا سي نرفوزي. قديش قعد؟ قعد نهارين. نهارين في البلوك؟ كاو خرج تاو. ماهوش نهارين. عنده شكون في السبيطار هذا؟ رعد. قعد جمعة في البلوك. برا اللي بعده. احكينا كيفاش لميت هالحكاية باش ما دخلتش الحبس. برا اللي بعده. برا نجيب لك باتمان. ما مصطفى شو هي راستو دخلتو لهذي انت في الموضوع ماشي في بيل ولا ستار ودون جوان والمعجبات هابط عليه ممثلة تونسية معروفة تعيش في الخارج كنت تتفرج عليها وانت ما يعرفك حد هبلت عليها كانت حلمتك انك تقابلها جي نهار ودارت الايام وليت معروف والممثلة هذه دقها ربي وتهبط ستوري فيها غنايتك ومن غادي بدات الحكاية حب كدوات خرجات ورومانسية وسي مصطفى شهير أستو عايش قصة حب ولا في الخيال حتى لين الممثلة هذه تفيقوا بالواقع المر متاعو وتقولوا معنا وين نوصلوا احكينا سي مصطفى شهير أستو كيف عديتها عليك الممثلة هذه وضيعت بيك الوقت وكيفاش اكتشفت اللي عندها شكون؟ برا مسالش هاي نحكي تك 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 حسيلو تعرفنا على بعضنا فهمت وعدينا بريود مع بعضنا يعني اصدقاء وكهو وانا في بالي بها يعني عندها شكون في حياتها وكل شيء قالت لي راهو صديق عادي وكهو بعد في الاخر قالت لي راهو اللي معنا مش نوصلوا راني هذاك راجلي وكل شيء وكاو فيلم انا حكيت طيب بعد معناتها هي جوست تعدي مش بجبد اسمها لا هي جوست تعدي في وقيت ولا كنت تحبها انت ولا كنت معجب بها يعني تفرج فيها في التلفزه فهمت كنت تفرج فيها في المسلسل تبيها توس كل كنت من جيلك هي لا اكبر مني برشا مش برشا انا تصورت الموضوع هذا هي باش تحكيه مش انا باش يعني الموضوع هذا باش تجبد عندها هي ولا مش باش تجبد عندي انا وكاو في الموضوع يعني انا ما عندي حتى علاقه يعني تو وفي الموضوع يلعبوا بالمشاعر وعلاش شو مصلحتها
هذا يعديوا في وقتهم هكا. تتسمى إهانة ليك هذه؟ نو أنا ما رأيش إهانة، رأيت لعب بيت تلعب بالمشاعر هكا. ما هي تلعب أنت ما كنتش تلعب؟ ترى بيتها فيها. الممثلة هذه قعدت على الكرسي اللي أنت قاعد عليه هذايا؟ الممثلة عملت بطولات في رمضان. شكرا ليك. مازلت؟ نعم؟ مازلت نسأل. خلي زيد يدخلها في حي، ترى نسمعه وبعد خرج وبعد ما جاوبش عليه وخرجوا. في مصطفى شهيرة ستو عامل فيها سنجور وذكي ورعد وهو كله فشوش فما شيء. ستو اليوم خسر اللي عملوا الكل، أغاني كليبات حتى الشين يوتيوب متاعه خسرها. اليوم هو حتى شيء كان الاسم، والسبب طفلة ما عندهاش باش تعرس الدور بيه، تاخو منه توكيل إدارة أعمال، تصحح مع شركة عقد عمل واحتكار لمدة 5 سنين، وتهز الفلوس تعرس بيهم وتذوب كل ملحة. القانون لا يحمي المغفلين يا ستوفا. تعرضت للتحايل؟ صحيح، هذا موضوع صحيح. تعرفت على شكون؟ يعني معروفين في تونس يخدموا مع سامي كبار، جوني الاستوديو هو ومرته، فهمت؟ قعدوا يحكيوا معايا ستو تاتا انت طالع كل شيء، تحب يعني تبيع البومك ولا كل شيء، عطوني فلوس باهين. هكاهو قعدوا تاتا يماتلوا فيا، ونهار اللي باش نصحح الكونتراتو في البلديه مشيت نصحح كونتراتو كاهو، فهمت؟ ساعات الكونتراتو هذاك يا اخي مدت لي توكيل ونحن في البلديه، فهمت؟ مدت لي توكيل قالت لي ستو صحح لي فيه، وانا عطيت فيها الثقه، فهمت؟ وهو مش بدون تاع ثقه، خاطريتها معرسه مش معرسه مخطوبين وانا عرش عليهم، تخدم مع ارتيستوات جوهم به يعني مريقلين في البلاد، اسامي كبار 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 برشا. قلت امبوسيبل باش تعملهم معايا يعني، خاطر تلعب على اسمها. صحت لها توكيل على اساس جمع باش يوصلوا الفلوس، خاطر عندها كونت هي دراوين في دبي ولا درا شنيا، وبعد تبعت لي الفلوس على الكونت تاعي. صحت لها التوكيل هذاك وكهو. بعد ما صححنا التوكيل طلعت روحت انا على روحي، وروحت هي غدوه تمشي تصحح كونتراتو اخر 5 سنين مع شركة إنتاج هذايا، تنجم تدخلوا اليوتيوب من لوطا تلقاو اسمها. صح لي معهم 5 سنين، وأنا ما صحتش 5 سنين، فهمت؟ وما خذيتش حتى فلوس عليهم ال5 سنين الكونتراتو هذاك، وتقبض الفلوس الكل وكهو. وقعدت المشكلة فيش، قعدنا نخدموا يعني، وهي فلوسي عندها ونعملها وينهم الفلوس، قالت لي تبلوكي تاتاتات هكاهو. دوك أنت من المفروض تاخذ قداش كقيمة مالية؟ نعم غير ما نقول السوم، فهمت؟ أما قديش خذيت معناتها؟ عشرهم خمسهم نصهم؟ خذيت منهم 20%. واش 20%؟ وهما تصبوا لك الكل الفلوس؟ صبوا لها ليها هي، صبوا لها ليها هي، وعرست بهم فهمتني، عملوا عرس لهنا في السيف، جابوا لعبه تغني وكل شيء. تقول بفلوسي انا؟ بفلوسي انا عارف، فهمت؟ انا ما استدعونيش خاطر هاتوا الفلوس اللي عليك، فهمت؟ كاو ومشكلة فيش تاول الفلوس يخلف ربي، فهمت؟ خويا انا غلط، اما انا حطوني في كونتراتو 5 سنين، الشين بتاعي تاو يعني ما فما سي ام اس بتاعي، فهمني؟ في الشين هذايا اللغة لازم يرجعوها لي. ومشكلة فيش الكونتراتو الثاني هذاك ماهوش مسجل في القباضة، فهمت؟ وانا عملت له الغاء التوكيل هذاك، يعني حتى التوكيل بتاعها مش مسجل في القباضة، يعني ليغالمون يعني الحكاية ماهيش قانونية. أنت توا شنو 5 سنين ما عادش عندك الحق تعمل موسيقى؟ 5 سنين يحكموا فيا وليت، لازم يخرجوني أنا ديجا، لازم نخرج خاطر الكونتراتو بتاعهم ماهوش قانوني، التوكيل هذاك ما تسببش، مشيت للمحامين كبار. أنت وضعيتك توا شنية؟ وضعيتي هاني قاعد على روحي، فهمتني؟ وضعيتي ما عادش نحكم في التهبيط بتاعي، فهمت؟ ما عادش نحكم، والفلوس ما عادش تدخل لي، عندي توا 8 شهور ما ندخل في حتى فرانك من اليوتيوب، الحمد لله ربي عاطي خيره. موضوع هذا هو موضوع خايب، هذا هو هذا ميساج للارتيستوات والرابيريت، فهمتني؟ راهي صارت قبال على اكس وصارت على ستو، باش تصير عليك انت وبعد، فهمت؟ كان ماكش باش تفيق وتحل عينيك وما يشريوكش بالفلوس. انا ما شريونيش، انا بعت حاجه باش ناخذ فلوس ونكمل مسيرتي عادي على الاخر، فهمت؟ عباره مخرج باش يبيع فيلم تاعه ويكمل، ما بيعش يعني افلامه الكل، فهمت؟ باش تبيع حاجه وتتعدى على روحك، فهمت؟ هكا هو عباد، فهمتني؟ ولات تهديدات، ما تكلمش ولا درشنية، رد بالك مسخنا تصويرتنا. هاني خويا لهنا في التالس جبت اسامي، انا جبت هكا من لوطا في ديستريبيسيون في اليوتيوب تعرفوا اسمهم، فهمت؟ خرجونا خويا يرحم والديكم، فهمت؟ حب نخرج ما
محطوط في كونترات وهادي راه ماهوش قانوني. باش منين مش قانوني؟ المشكله فيش من نجم نشكي بهم كان في البلاد، في بلاد اخرى هما ماهمش من البلاد، ماهمش من تونس. يعني كيفاش انا باش نمشي نوكل محامي في البلاد هذيك وكي مانيش باش نربح؟ انت صححت على العقد كهو معناتها؟ مانيش انا صححت عليه هادي، مشيت للمحامين كبار قالوا لي راه القضيه بتاعك جاوك بها، يا ما باش تقعد 6 شهور القضيه، 7 شهور، 7 شهور ما باش موزيكا ما نجمش. نجمش تهبط في شيء اخرى على الاقل؟ خلينا مازلت ما نعرفش تو شنو باش نعمل بالضبط، مازلت ما نعرفش حتى لين تتحل القضيه هذه. خاطر 6 شهور في المحكمه حكايه فارغه، مازلت ما نعرفش هذه شنو باش يصير. خاطر واجهتني نحكي واحد روح من فرنسا، يعني مش راح من فرنسا، سلمت يعني في حياه كنت نعيش في حياه اخرى، غادي روحت لتونس باش نقدم. يعني تو نحس في روحي ما في فخ، فهمت؟ مجدود في فخ وما يجم حتى حد يمنعني. مشيت بالنية مع الطفل هذايا ومشيت باش نخدمه، ما شفت في البزنس ولا الخدمه لازم شويه ثقه، تو انا وياك باش نخدمه ولا انت والفريق بتاعك، فما شويه ثقه يعني ما تتلفاتش تعرفوا باش يقد الحاجه هذيك. هي ما وقت اللي يتعلق بتصحاح وعقود نهزها للمحامي الاول والمحامي الثاني والمحامي الثالث. الكونترات الاولاني اللي انا صححته بيدي هزيته المحامي وجو به، قلت لك فما توكيل صححته، صححته له انا التوكيل هذاك، صحت به كونترات اخر والتوكيل هذاك انا عملت له الغاء في القباضه، هي التوكيل هذاك ما سجلتوش في القباضه، يعني ليغالمون يعني الفاز الكل ماهيش قانونيه، فهمت؟ وهما ما يهمهمش يستقويوا على هذا الكل قانوني بنديه، هذا الكل قانوني واقعيا. انت تو شنو؟ انا تو عندي مشكله، فهمت؟ عندي مشكله كبيره في الانتاج بتاعي، عندي مشكله كبيره. ما عادش تهبط 5 سنين؟ نعرش نعرش بالرسمي انا في مشكله كبيره، تو ستو في مشكله كبيره كهو. هذا اللي حطمت برشا ارتيستوات في العالم مش في تونس، كيجي شكون تك تك صح في بلاستيك. ما انت تنجم 5 سنين؟ اي ما عنديش الحق نهبط موزيكا 5 سنين. ياك انتهيت قدرت ربي ليه، قدرت ربي ليه، مازلت ما نحبش نقول لك شنو باش نعمل، يعني الخطوه الجايه باش هذيك هي. ما الاخبار جبتهولنا؟ يعطيك الصحه، حبب لي قلبي حتى كنت باش نكمل نسال وبطلت. اوكي في البركه ما يسالش. سكر 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 لي الميكرو.